شبوة باتت آمنة للاستثمار. رسالة تطمين تسعى الحكومة الشرعية لإيصالها للخارج وللمستثمرين في مجال الطاقة بهدف إعادة الشركات النفطية الأجنبية التي كانت قد غادرت المحافظة عقب تفجر الصراع واندلاع الحرب المشتعلة ناروها في البلاد منذ قرابة 4 سنوات. الحكومة في خطتها الاقتصادية بأن عام 2019 سيستشهد زيادة في الموارد مع إعداد خطة أمنية لكافة حقول النفط العامل في شبوة لسير خط الأنابيب حتى موقع تصدير النفط الخام. هذه الثقة التي تبديها الحكومة هي ناتج خطط وتحركات أمنية وعسكرية خلال الأشهر الماضية لتطبيع الأوضاع وفرض السيطرة الأمنية بالمحافظة. الأمن استقرار طيب ولا يوجد أي مخاوف أمنية أثناء نقل النفط، ولدينا خطة لمواجهة أي طارئ. كل الأجهزة الأمنية منسقة مع بعضها البعض حسب الخطة المنزلة من رئاسة اللجنة الأمنية وزعت على 21 وعلى النخبة وعلى اللواء 30 واللواء الثاني جبلي واللواء الثاني بحري، كل في قطاع المخصص بتنسيق أمني مضبوط فيما بينهم وتفاهم جيد جدا، ما في إشكالية لحد الآن. تلك الجهود أسفرت عن عودة شركة MOV النمساوية لاستئناف الإنتاج بصورة تدريجية من القطاع S2 بصحراء العقلة بواقع 17,000 برميل في اليوم، تنقل عبر هذه الناقلات إلى محطة التجميع والمعالجة بالقطاع 4، حيث تتم هنا عملية فصل المياه عن النفط الخام قبل أن يتم إرساله وباستخدام أنبوب بطول أكثر من 200 كيلومتر وصولا لمنشآت الخزن بميناء النشيمة النفطي، والذي صدرت الحكومة عبره ومنذ يوليو الماضي 3 شحنات من النفط الخام بإجمالي يتجاوز 1.5 مليون برميل. مع عودة استئناف إنتاج النفط تدريجيا من حقول العقلة، تبدو الحكومة اليوم أكثر قربا من إعادة إنتاج النفط في كافة القطاعات بالمحافظات المحررة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، محافظة شبوة.